السلام عليكم مشاهدين. النهاردة حارة مغربي، عندي 2 هذه ملح، بيكنج باودر، نص كاس عصير برتقال، كاس سكر، كاس زيت، بيكنج باودر، دقيق على حسب الخليط زي ما انتم شايفين. هذا اللي حعمل به الرسمة. هذا قشرة ليمون حبيبي غاليين، زي ما قلت الحاجات هي الحاجات اللي حنسوي بها البسكوت. هنا وضربته طبعا في الخلاط اللي مسار كده. حعمل كم كاس العنب على حسب الخليط. هذا اللهم صل على سيدنا محمد بسكوت، خذ معايا 4 كاسات، يعني الكاسات اللي عملت بها اللهم صل على سيدنا محمد. الزيت نفسها عملت 4 كاسات دقيق. اوكي، هنا طبعا غربلت الدقيق والبيكنج باودر مع بعض كده، اي حاجة غربليها، وبعدين قعدت اخلط بشويش مشاهدين الين ما تلم معي العجين. ساري ما هو يعني جامد كتير، ما هو خليته طري يعني كده وكده. وقعدت هنا بايه بخلط شوي بالخلاط هذا اليدوي. اول ضربت الهدا في المونينكس، ضربت البيض مع الزيت مع الفانيلا طبعا مع قشر البرتقال مع عصير طبعا 1/4 كاس برتقال، ضربتهم. ايه شفت الكاسات هي اللي عملت بها اللي مسكت بها يعني المقاس، نفس كاس الزيت، نفس كاس السكر، نفس كاس ايه الدقيق. بعدين قعدت اخلط هنا بشويش. ما تنسوش حبايبي يا غاليين تعملوا لايك وتشتركوا معنا يوصلكم كل جديد. هذا الحالة او بسكوت مع الشاي جميل جدا، بتجي فيه نكهة البرتقال. قعدت بخلط طبعا بشويش زي ما انتم شايفين اللهم صل على سيدنا محمد. بسيط وينشرب مع الشاي، يعطيه لاطفالك، جميل جدا، مذاقه فظيع. ممكن تعمليه بقشر الليمون وعصير الليمون، او تعمليه بعصير برتقال وبقشر البرتقال. طبعا هذا بعد ما يعني بعد ما خلصته هنا يا حبيبي قعدت تعمل اي رسمه انا عايزاها. بدايه عملت في عندي هذا كمان هذه الرسمة، ولا مش عارفة بتقولوا عليه ايه انتو، المهم يقبلوا علينا في الكلام. هذه بعملها بالشكل ده وحطها، بتجي فظيعة بصراحة. هذه عملتها بالشوكة، وعملت حركة تانية عملتها بنفس المول ده. هذه شفتوا كيف عملتها بالشوكة، شفتوا شكلها بتجي جميل جدا. ممكن تحط على وشه سكر، ايوه على وشه سكر. هنا بعد ما خلصت صراحة عملت الشكل ده، عملته بالرسمة التانية هذا الشكل الطويل. هنا ما عملتش، عملت شوية سكر بس، هنا عملت شوية نسكافيه وشوية ابيض بيض. هنا هذه رسمة الشوكة. الرسمة التانية هذه اللي عملتها بداية دي صراحة مع الشاي يعني بتجهزيه بسرعة ومذاقه جميل جدا جدا يا حبيبي.